أزمة توافد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية ما زالت تمثل تحدياً لا يستهان به لتلك الدول. دول اتبعت إجراءات تهدف لوقف تدفق طالبي اللجوء إليها، إلا أنها تواجه الآن مشكلة أكبر تتمثل بكيفية التعامل مع طالبي اللجوء الموجودين على أراضيها. فرنسا التي استقبلت قرابة 100,000 لاجئ تحاول الآن إيجاد حل للحد من حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد، حالة ناتجة عن رفض عدد من الفرنسيين وجود مهاجرين جدد داخل مدنهم. مخيم كالي شمالي فرنسا الذي يطلق عليه الفرنسيون لقب الأدغال أو الغابة الكثيفة، يعد المخيم الأكثر اكتظاظا باللاجئين في فرنسا، حيث يضم قرابة 7,000 لاجئ يتهمهم السكان المحليون بالتسبب في تدهور اقتصاد المنطقة وخلق اختناقات مرورية تؤثر على سير العمل في ميناء المدينة، خصوصا وأن معظم هؤلاء اللاجئين يحاولون الاختباء داخل شاحنات النقل على أمل الدخول إلى بريطانيا المجاورة. سائقو الشاحنات وعمال الموانئ ومزارعون وتجار أغلقوا الطريق الرئيسي في المدينة مطالبين بإغلاق المخيم، طلب ليس بالجديد، لكنهم هذه المرة يطالبون وزير الداخلية الفرنسي الذي وعد بإغلاقه في وقت سابق بتحديد موعد للإغلاق.